استاذن سعادتك سياده اللواء، يعني نبتدي كده في البدايه نعرف المشاهدين حضرتك كنت في سلاح ايه، وكمان كيف استقبلت قرار الحرب؟ اولا انا بقول تحيه اعزاز وتقدير لصاحب قرار الحرب والسلام رحمه الله سياده الرئيس انور السادات. تحيه تقدير لشهدائنا الذين سقطوا دفاعا عن هذا الوطن والذي محوا هزيمه 67. تحيه واعزاز لكل ابطال القوات المسلحه الذين في الخدمه الان. تحيه اعزاز وتقدير للذين ساهموا ورفع الروح المعنوية لدى الشعب بالتبرعات، وأنا يعني أحدد بالذكر السيدة أم كلثوم التي جابت طبعًا التي جابت مصر شرقها وغربها وبرا مصر كمان بره وخارج مصر وحفلات وكلام، فالناس دي لا يمكن احنا ننساهم طبعًا ودائما نتذكرهم طبعًا. أنا أساسا سلاح مدرعات، بس أنا كنت منتدب في الشرطة العسكرية، كنت قائد سرية الشرطة العسكرية الفرقة 18. وطبعا لما جاء قرار الحرب احنا ما عرفناش قرار الحرب الا قبلها انا الساعه 12 الظهر يوم 6 اكتوبر. قبلها يعني قبلها بساعات بساعتين بالظبط. لكن كان هناك اعداد، كان في مشروع استراتيجي للقوات المسلحه بتعمله، فمن ضمن هذا المشروع اللي احنا ننقل لواء الكباري. طبعا هو لواء الكباري ده كان موجود في حته اسمها الخطبه وفي القناطر الخيريه وأماكن كلها مناطق خضراء اللي هي على النيل يعني. فبالتالي لما جاء الأمر اللي هو يتنقل قبلها 72 ساعة كان في خطة الخداع الاستراتيجية الكبيرة طبعًا. اللي هو نقلوه مش جابوه على طول مباشرة من الخطبة أو برباش أو المناطق اللي هو موجود فيها، لا ده هو نزل جنوبا في اتجاه الفيوم بني سويف المنيا. يعني للدرجات يا سياده اللي هو كان في امعان في التمويه وخداع يعني خداع يعني بحيث اللي هو حتى لو حد متتبع اللواء الكباري ده هيروح فين ما فيش حد. لدرجه قبلها بثلاث ايام نقلوا من المناطق دي تحرك، دخلوا لغايه الشرق لغايه زقازيق. زقازيق في المنطقه التمركز بتاعه في الصلحيه، ده كان يوم الخميس يوم 4 اكتوبر. انا كلفت ان احنا ندخل هذا اللواء في منطقه اسمها المنطقه الخلفيه للفرقه. كان قبليها طبعا وفقا لخطه الخداع كان عاملين اماكن حفر، طبعا ستك الكباري دي العربيات بتاعه البراطيم عاليه طبعا 3 4 متر طبعًا. فكنا عاملين حوالي 50 60 حفره باعماق العربيات دي بحيث اللي هي تدخل فيها. نظمنا سيادتك الشرطه العسكريه نظمت دخول هذا اللواء الكباري بطريقه برضه خداع. احنا عندنا في الانطاره في مثلث الانطاره في مثلث الانطاره ابو سوير ومثلث الانطاره القصاصين، فبرضه خطه الخداع قال لك لا احنا نضيء. طبعا الشرطه العسكريه كان عندها فوانيس بدائيه جدا كده بشعله بتنور في اتجاه الغرب العربيات وهي جايه، بحيث اللي هو طبعا الشرق كان هم اليهود على النقط اللي عندهم عاليه اعلى مننا. فاحنا طبعا نظمنا عمليه تنظيم الفوانيس دي على طول امتداد 25 كيلو. وقبلها قبل ما ندخل الصلحيه اخذت امر ان انا لا مش هدخل على المحور بتاع مثلث الانطاره ابو سوير، لا هدخل على محور مثلث الانطاره القصاصين. شوف الخداع يعني وصل الخداع اللي انا حتى المحور ذات نفسه ما فيش حد يقدر يحدده الا قبليها يمكن بدقائق. ورحنا قمنا مغيرين المكان ودخلنا من هذا العربيات صور بقى 50 عربيه ستك يعني طول الرتل اكثر يمكن من 5 6 كيلو، مسافات بين العربيات 100 متر، العربيات ماشيه على سرعه 5 كيلو. طبعا الكلام ده الساعه كام؟ بدا من اخر ضوء لغايه لما دخلنا المنطقه الخلفيه دي الساعه 1 بالليل. لما دخلنا في المنطقه الخلفيه طبعا احنا عاملين الدخول من الخلف للامام. العربيات لما دخلت ودخلت تمام كله، قلنا لهم بقى ايه بقت الساعه 1 1 ونص، طب نطلع بقى شبكه التمويه ونفرشه. طبعا هم كانوا جايين من منطقه كلها شجر، فطلع شبكه التمويه اخضر تمام. فدي كان اكبر موقف بقى انا يعني ما تتصورش قائد اللواء والناس اللي موجوده ازاي. طب ده احنا في صحراء، المنطقه دي كلها صحراويه واخبار ساتك. طب يعني حاولوا بقى بالكواريك واعملوا الكلام ده كله، وبعد ساعه همر عليكم تاني كده. فرحت كان ملجأ بتاعي قريب حوالي كيلو من المنطقه دي،
احنا كنا في رمضان فقلت السحر وكده هو طبعا احنا طبعا لما اخذ البياده ما بتتقلعش من رجل طبعا على طول طبعًا. طبعًا. وانا بسحر كده بعد ربع ساعه كده فسامع صوت بره غريب بقول للولد الخدمه يا ابني في ايه؟ قال لي يا فندم ده في عاصفه ده انا مش شايف ايديا. قلت له طب يا ابني جيب السواق وجيب العربيه. ده كل الملابسات وكل الظروف ضدكم يعني. يعني شوف ساتك ازاي فده يعني درس الواحد يقول كان ربنا واقف معانا لدرجه ايه؟ جبت العربيه وطلعت المدائي ده حوالي ما فيش 200 متر انا ما شفتهوش لدرجه انت ساتك رايح ال 50 واكثر من رايح ال 50 عقبال لما وصلت يعني المكان ده ما خدش فيه 3 4 دقائق وصلت في 10 دقائق ما عرفتش المكان فالعاصفه اللي ربنا بعتها وملائكه انا قلت اول ملائكه هي اللي عملت التمويل ملائكه من عند ربنا طبعا انا ما كنتش اعرف لسه ولا حد يعرف قرار الحرب امتى لكن انا قلت دي ظاهره دي لا يمكن تحصل الا اذا كان هناك رضا تماما من ربنا على هذا الشعب رضا يعني تام اللي هو ربنا عاوز يمحي الهزيمه ويحقق النصر